أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ بموقع كتابات ومقال تحت عنوان أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق. يقول الكاتب حسام عبد الحسين إن عدد المعامل المتوقفة بعد عام 2003 هي 200 معمل تابعة إلى وزارة الصناعة، وعدد العاملين فيها كان 550 ألف عامل. أما اليوم فعدد العاطلين عن العمل 4 ملايين شخص تقريبا، إضافة إلى خريجي المعاهد والكليات البالغ عددهم سنويا ما يقارب 600 ألف. والطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد إعادة إنتاجهن من جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونيا واقتصاديا، لأنها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصي بتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركات النقل والتجار. إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتم بناؤها من واردات وأموال الشعب، لأنه لم نرى دخول الرجال أعمال أجانب معتمدين عالميا ولا شركات أجنبية مختصة، وإنما هناك حركة من الداخل والداخل من أين مصدر أمواله ونفوذه في الموافقات والحماية. بكل تأكيد ضمن الطبقة البرجوازية الحاكمة، القطاع الخاص في العراق لا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانه الاقتصادي والصحي والحماية القانونية، بدليل لا يمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمل لكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصادي وصحي داخل العمل، ويتضمن العقد عدد ساعات العمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته في العمل، ويكون القضاء هو الفيصل في حال إخلال أحد طرفي العقد، إضافة إلى وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل بأجور زهيدة ولا تطالب بأي شروط وضمانات. وعليه سيكون العامل في المعامل أو الشركات غير الحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصاديا وإنسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة. إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتج الوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركات، وإنما بتوزيع عادل لثروة البلد، لأن العراق يبيع شهريا من النفط فقط بمبلغ 6 مليارات دولار قبل ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمان بطالة للعاطلين في حال تأخرت الدولة بتوفير فرص العمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيل موظفيها لدعم إنتاجها دون الاعتماد على السوق الحر. وفي صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا لتتفق غالبية القوى المعارضة للنظام العراقي في وصف المشهد السياسي المقبل في كونه بداية فترة احتقان جديدة بين الأطراف المتصارعة في النظام الطائفي ونهاية للعملية السياسية، واحتمال نهاية غض النظر نظر المجتمع الدولي على استمرار هذا الصراع ضمن حدود العراق التي رسمها دستور الاحتلال قبل أكثر من عقدين. وهذا قد يدفع بالعراقيين إلى التساؤل عن شكل وطبيعة التغيرات التي ستطرأ على بلدهم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حالة الانقسام السياسي والطائفي وفشل العملية السياسية التي لم تعد تتحمل الترقيع أو المماطلة. لقد عزز هذا التساؤل فشل العملية السياسية ووصولها لهذا المنعطف الخطير، ناهيك عن وصول الملف النووي الإيراني إلى مراحله الأخيرة التي ستحسم ملف العراق وإبعاده عن الفلك الإيراني عسكرياً في حالة رفض ملال إيران القبول بحل مع المجتمع الدولي، أو حتى في حالة قبولهم بالمقترحات الأمريكية فيما يخص الملف النووي وملحقاته المتمثلة بوقف زعزعة النظام الإيراني للشرق الأوسط
وإنهاء التدخل العسكري والطائفي في العراق وسوريا واليمن. وهذا يعني قدرة المجتمع الدولي المتمثل في مجلس الأمن على إضعاف النظام الطائفي في بغداد ومن ثم إسقاطه. وهنا لابد من الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية إلى الشرق الأوسط ستحدد السياق لطبيعة العلاقات الأمريكية الإيرانية، وتدفع في النهاية لبلورة موقف أمريكي واضح في حال نجاح محادثات إيران في الدوحة، وهذا ما سيسمح أيضاً بإنهاء العملية السياسية وإعادة شكل من أشكال أسس النظام القديم الذي أسقطه الغزو الأمريكي، أو إبدال النظام السياسي الطائفي بنظام في الوقت الذي ذهب البعض الآخر بعيداً في التفاؤل والتنبؤ، معلنين على الملأ في أن النظام السياسي في العراق على موعد مع تغيير مقبل نتيجة لمخطط دولي وصف بالعظيم، مرددين ما يتمناه أغلبية العراقيين لإنقاذ بلدهم من الهيمنة الفارسية. وفي قدرة المجتمع الدولي المتمثل في مجلس الأمن الدولي لتغيير النظام في العراق ودعم نظام وطني عابر للطوائف والمكونات. وفي الاقتصاد نقرأ مقالا للكاتب عمر الخليفة في صحيفة الميثاق الوطني. فمع تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية ومواصلة ضغط الدولار الأمريكي المدعوم برفع أسعار الفائدة على أسواق الأسهم التي شهدت حالة من الاستقرار لمدة عقد من الزمن قبل وباء كورونا لتخرجها من منطقة اللون الأخضر إلى منطقة اللون الأحمر الذي أصبح وباء اقتحم أسواق الأسهم ليتسبب بخسائر كبيرة في أوروبا ودول آسيا والخليج العربي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. ومع اقتراب موعد رفع أسعار الفائدة التي يقرها الفيدرالي الأمريكي لمحاولة كبح جماح التضخم والذي من المتوقع أن يرفعها لمستوى 75 نقطة، منيت أسواق الأسهم بخسائر فادحة. إن انتشار الوباء الأحمر في أسواق الأسهم جاء كما أكدنا في مقالات سابقة ضمن هذه السلسلة بسبب عمل الولايات المتحدة الأمريكية على تصدير أزماتها إلى الدول الأخرى وضرب كافة القطاعات وإضعافها حتى لا يبقى قطاع يفوقها. وقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية من رفع أسعار الفائدة التي بالأساس هي ليست حلاً للتضخم بل هي أداة لتقوية الدولار على حساب العملات الأخرى، وكذلك الضغط على قطاع سوق الأسهم الذي يشهد انتكاسة كبيرة، وهو ما أثبت الفرضية التي أطلقناها من قبل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تصدر الأزمات الاقتصادية، وأن قرار رفع الفائدة ليس حلاً بل هو لمحاولة تأجيل حدوث الكارثة الكبرى في الاقتصاد العالمي. وقد خيم اللون الأحمر على الأسهم الأوروبية وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع، وأبرزها تقرير التضخم والذي ما زال يواصل صعوده الحاد دون توقف، بل إنه شهد صعوداً أكبر من الشهر الذي سبقه، وهو ما يؤكد أن الفيدرالي الأمريكي سوف يرفع الفائدة، والذي انعكس سلباً على أسواق الأسهم التي تلونت بالأحمر نزولاً على وقع رفع أسعار الفائدة واشتداد أزمة الطاقة في أوروبا وارتفاع نسبة التضخم والركود، فضلاً عن تفاقم ارتفاع الإصابات بوباء كورونا في الصين الذي سوف يعزز من حدوث الركود في الاقتصاد العالمي. قال صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لأنطون تراينفوسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الباحث عن حلفاء يخطط للقاء قادة كل من تركيا وإيران في تحرك دبلوماسي ثان منذ غزوه لأوكرانيا في شباط فبراير. وأشار إلى أن بوتين في أول رحلة له خارج موسكو بعد زيارة لعدد من قادة دول وسط آسيا أكد على أن الحرب تسير في مسارها الطبيعي، وستكون رحلته الثانية التي أعلن عنها الكرملين أبعد وذات تضاريس دبلوماسية صعبة، وهي لقاء قادة إيران وتركيا البلدين اللذين اصطف أحياناً مع روسيا
واختلف معها وما بعضهما بعض. زيارة بوتين لطهران هي بمثابة محاولة لتقليل الضرر الذي تسببت به موسكو من خلال أخذ حصة طهران من النفط في السوق العالمي، ومع تركيا عضو الناتو التي سمحت بتوسع الحلف إلى الحدود الروسية رغم اعتراض موسكو ورغم الموارد المالية التي حصلت عليها روسيا بسبب زيادة أسعار النفط والإنجازات العسكرية الأخيرة في أوكرانيا، إلا أن العقوبات أثرت على اقتصاد روسيا وقيدت من قدرتها للحصول على التكنولوجيا لاستخدامها العسكري. وبحسب البيت الأبيض فإن روسيا تريد الحصول على مئات من الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، بما في ذلك الطائرات القادرة على حمل صواريخ. ويقول المحللون إن إيران تستطيع منح روسيا طريقا للتجارة والخبرات في التحايل على العقوبات وتصدير النفط. وسيطر الجيش الروسي على معظم منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، لكن بثمن باهظ ودمار شامل وعدد كبير من الضحايا بين الطرفين. وأوقفت القوات الروسية تقدمها في الفترة الحالية من أجل تجميع صفوفها، لكنها استمرت بدك الأهداف الأوكرانية بالصواريخ والقذائف المدفعية والمقذوفات الصاروخية. وفي الأسبوع المقبل سيلتقي بوتين بشكل مشترك ومنفصل مع الرئيسين إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان. ويقول المحللون إن المنافسة الروسية أجبرت فنزويلا وإيران على بيع نفطهما الخام بتنزيلات حتى تحافظا على المشترين. وربما رأى الكرملين في محادثات طهران فرصة لتجاوز الخلافات إن أراد تجنب العقوبات التي أجبرت إيران على التعامل معها طوال السنين الماضية. يقول الكاتب الفلسطيني ساري عرابي: تستند العلاقات التحالفية بين دول عربية وإسرائيل إلى أهداف عاجلة وإلى تصورات تأسيسية الأهداف العاجلة، أهمها النفوذ في العالم وفي دول المركز الغربي على وجه الخصوص. وعلى نحو ما يمكن بذلك تفسير العديد من الاستدارات الدائرة في المنطقة الآن، حتى لدول جمعتها بإسرائيل علاقة متعرجة لا متصاعدة، تعود لشق طريق توحي بالتصاعد لكنها على الأرجح طارئة وتندفع بالحاجة اللحوحة، لا لتبريد المشكلات المحيطة فحسب، ولكن لتعزيز المكانة لدى دول المركز في مواجهة التحديات المحيطة في المنطقة. تغيير الواقع العربي ووضع أسئلته وقضاياه على طاولة البحث في العوامل والتوجهات الداخلية يتطلب حسم المؤثر الإسرائيلي، بيد أنه وإذا كانت النخب الحاكمة تقف على النقيض من هذا المتطلب، فإن قوى شعبية ومعارضات باتت تتراوح بين التقليل من خطر هذا المؤثر المؤسس في الواقع العربي الراهن وبين الإنكار الكامل. تتداخل المعطيات في هذا المسار بين واقعة التجزئة وانحسار المشاريع السياسية في مصالح النخب الحاكمة والهزيمة النفسية العميقة إزاء إسرائيل والاعتقاد باستحالة هزيمتها، وبين تصور ثبات إسرائيل في الجغرافيا والعالم، بيد أن هذا التصور يغيب عنه أن ثمن الثبات الإسرائيلي دوام التبعية العربية بما يقتضي التجزئة والاستبداد والدونية العسكرية والاجتماعية. لكن مرة أخرى من يهتم إن كان الأفق العربي الحاكم هو أفق النخبة لا الدولة ولا الأمة؟ يرتبط الواقع العربي برمته بالوجود الإسرائيلي ثم بالتفوق الإسرائيلي، بمعنى أن تغيير الواقع العربي ووضع أسئلته وقضاياه على طاولة البحث في العوامل والتوجهات الداخلية يتطلب حسم المؤثر الإسرائيلي، بيد أنه وإذا كانت النخب الحاكمة تقف على النقيض من هذا المتطلب، فإن قوى شعبية ومعارضات باتت تتراوح بين التقليل من خطر هذا المؤثر المؤسس في الواقع العربي الراهن وبين الإنكار الكامل، وذلك إما لقضايا طارئة اللحوحة قد تحمل بعض عناصر التناقض في الظاهر مع فكرة حسم المؤثر الإسرائيلي،
وإما لطول الأمد على انتصار الفكر اليميني العربي الدافع نحو التعايش مع إسرائيل. نشر صحيفة التايمز مقالا لمراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر حمل عنوان تركيا تفتخر بإنهاء قبضة الصين على العناصر الأرضية النادرة لبطاريات السيارات الكهربائية. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الإعلان عن الاكتشاف باعتبار أنه سينهي اعتماد الصناعة الصديقة للبيئة على الصين على وجه الخصوص فيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية. تركيا اكتشفت حديثاً احتياطياً من العناصر الأرضية النادرة، وهي مجموعة من المعادن الحيوية لتخزين الطاقة البديلة، موضحة أن الاكتشاف هو ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الذي تحتفظ به الصين التي تهيمن على الإنتاج العالمي. ونقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن هدف أنقرة هو معالجة 570 ألف طن من الخام سنوياً عندما تصل هذه المنشأة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، في حين توقعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أن 694 مليون طن من الرواسب تحتوي على أتربة نادرة تكفي لتزويد العالم لألف عام. وقالت التايمز إن من شأن ذلك أن يقدم حلاً لمشكلة كبيرة تؤخر محاولات العالم تقليل إنتاج غازات دفيئة، لكن المتشككين أشاروا إلى أن التفاصيل غامضة والمبالغ المذكورة تشير إلى كمية الخام الموجودة، إلى أن كمية العناصر الأرضية النادرة التي يتم إنتاجها فعلياً ستعتمد كما هو الحال في جميع عمليات التعدين على مستوى نقاء هذا الخام. ونقلت عن كاستيلو قوله إن التقديرات تشير إلى أن نقاء الأرض النادرة في تركيا كان 2%، وهو ما سيوفر ما يكفي من الخامات المعالجة لإرضاء السوق العالمية لمدة 40 إلى 50 عاماً، ولكن فقط عند مستويات الطلب الحالية، وهذا يتزايد بشكل كبير مع تزايد عدد سكان العالم. دفن 50 ضحية ممن قتلوا في الإبادة الجماعية التي ارتكبت في يوليو تموز من عام 1995 في سبرينينشا شرق البوسنة والهرسك، وأقيمت صلاة الجنازة على الضحايا بعد أن تم التعرف عليهم ممن قتلوا في الإبادة الجماعية التي توصف بأكبر مأساة إنسانية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. قبل صلاة الجنازة أقيم برنامج إحياء الذكرى 27 للإبادة الجماعية في مركز سبرينينشا التذكاري، وكان أصغر ضحايا تلك الإبادة الذين دفنوا في وقت سابق من العام هو سليم مصطفى الذي قتل وهو في سن 16، وأكبرهم حسين كردينزيج وكان يبلغ 59 عاماً. والكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.